العبرة باش ما تحوش نس المشاكل ونكون الأسباب هذه تخلينا المشروع يتعطل، مشروع مول الدولة باش المواطن يستفيد منه لازم ينجز بالكيفية اللازمة وفي المدة اللازمة في أجل ما يكونش، لأن كي يكون المشروع يتعطل رانا شفنا 40 كيلومتر هذوك إنه تعطل راح التكلفة تاعو زادت، وكي التكلفة زادت المشروع راهو حابس، الشركة ما تربح والدولة عاوز الدولة كاين المواطنين ما يربح. عندك حوالي عندك مليار و500 زيد لها 900 عندك 2.4 مليار دينار اللي راهم منجزين وماهمش فقط ماهمش محطوطين، لأن ما يقدروش يحطوهم لأن عاد كاين مشكل سند، كاين بروبلام دونكراج جوريديك، ما عندهمش كونترا ما عندهمش ضرب. الثاني شوف عندهم 840 مليون دينار اللي راهم يجوز الجزء الملحق هذايا يتحدوا، وكاين اشغال منجزه مليار و ما يقدروش يديروا لها الفاتوره تاعها لان كاين يسالوا في الملحق، كاين اشغال تنقص واشغال تزيد ماهمش نفس الصالي. دونك هذوك قدروا بمليار و لازم تدير انت مقاربه بينهم وتقول شحال الشركه راهي تسال باش نعرف روحي شحال لازم لي سي بي وشحال يديروا باش نتحاسبوا كيما خاصكم تحاسبوا. وهذا المشاكل تاع الشركات يكونوا مشاكل، لان الشركه كيما تخلص ما تخلصش العمل ما تخلصش تشري بيتي ما تخلصش تشري بلازوان ما تخلصش كيما تحلها كاع المشاكل تما يبان المشكل تاع الشركه وتقدر تحاسبها. شركات الإنجاز راهي عارة، لكن حنا كملنا عليها كملنا، ولهذا كل واحد لازم يخدم خدمته باش المشاريع تمشي. الآن لازم هذا يا خلاص الملحق الدار لازم تحل المشكل تاع الملحق وتشوف اللي راهو جاي باش يخلصوا عليه باش يشتغلوا باش تسقيهم الحالة المالية تاعهم باش يقدروا يشتغلوا بصفة منتظمة وكما لازم باش يكملوا المشروع في أجل. وهذا ماهوش أجل وأجل راهو راهو تسلم، حنا قلنا نهاية السنة لو بي اس ام راهم ملتزمين باش يسلموا المشروع في آخر تشرين. ونعاود نرجع لو بي اس ام راهم سي ان شيف دو فيل يعني سوليداريتي، لازم واحد كي يلتزم في سفرة يحس بالالتزام تاعو المسؤولية، راه شاف دو فيل شاف دو فيل والقانون واضح. هي ما تخدمش مع شركة عمومية باش قال حنايا شركة عمومية، لا القانون واضح كاين لا سوليداريتي، الشاف دو فيل إلي سوليدار افيك لونسومبل دي مونبر. غدوة تقدر تقول له أنا ما يهمنيش لو تي تي ار ولا لو تي تي بي المساعدة، تتكلم هو من حقه يدور عليه.